عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن رياض محرز ورومانسيته، والمفروض ان هو داخل يشوف تايلور وشعرها الجديد واذا المفاجاه. ولكن الناس علقت على طريقه رياض محرز وقالت ان هو ما اتفاجئش قوي ولكن حاول يجاملها، واخرين قالوا رومانسيه رياض محرز مع تايلور. يلا بينا نشوف والحق بالحضرات. Do you like her hair? Yes, very nice. Do you like your hair? I love my hair. That's the most important one. شفتوا الفيديو؟ عايزه اعرف رايكم في الكومنتات والحكم ليكم. هل هو فعلا ما اتفاجئش وكان الموضوع عادي بالنسبه له، ولا هو اتفاجئ ودي رد فعل رومانسي لمحرز؟ شوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، وربنا يوفقهم ويوفق حضراتكم اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش الشير واللايك.